مئات الأحاديث في الكتب التسعة عن الدعاء، ولكنني في هذا اليوم سأقتصر على بعض ما جاء فيها عن أهمية الدعاء. من فضائل الدعاء أنك إذا دعوت الله فهو معك، معك بالتأييد وبالرفق وبالنصر وبالسداد. ولذلك والحديث أصله في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، عند مسلم في رواية مسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فحال دعائك الله معك بالتوفيق والتسديد، وهذه معية خاصة.